غلاء والأسمنة هي خلال العام كله، بمعنى لا يتميز مثلا رمضان بأنه أكثر غلاء، أو رمضان في أشياء شهيوات ربما ثمن غالي، ولكن الغلاء يا أختي يضرب المغاربة الطبقة المتوسطة والضعيفة خلال السنة والسنوات. هذا هو الملخص. لأن مستوى المعيشة غالي بزاف، الأسعار مرتفعة بزاف، المسكين في هذا الوقت ما يقدرش يتغلب زعما على باش يشري هذه الامكانيات، اللي عنده الامكانيات قليله ما يقدرش. كاين اللي مسكين الراجل ما خدامش والمراه خدامه، ولا المراه جالسه في الدار والراجل خدام، المستوى ديالهم ماشي هو هذاك. انا كنظن بانه في رمضان كترتفع، يعني بالخصوص في هاد الوقت انا كترتفع، لان ملي كتمشي تبغي تشري شي حاجه كتلقى لو بري ديالها طلع شويه. مستوى المعيشه في المغرب انه ارتفع بزاف، وهادشي هذا يعني السبب ديالو كيرجع للدخل الفردي، ان الاجور منخفضه مقارنه باثمنه ديال المعيشه. يعني كنلقاو ان الخضره خصوصا في شهر رمضان الكريم تلقاو الخضره كتغلى، تلقاو اللحوم حتى هي غلات، تلقاو وهادشي وما كاينش واحد الارتفاع في الاجور، يعني ما كاينش واحد التساوي ما بين الاجور وما بين المعيشه. هناك إهمال غريب، ماشي الحكومة، مثلا في الرباط، ولاية الرباط، أنا أذهب لأشتكي مثلا إما غلا وإما مثلا شيء غير صحي وكذا، فلا أجد أذانا صاغية. بإمكانها الحكومة أنها تحسن شوية من دير غير واحد المجهود غير صغير، يعني باش أنها يمكن أنها تخفض بعض يعني دي برودوي اللي سون يعني كونسومابل بزاف باغ يعني لا بوبولاسيون. اش غنقول لك، والله ما نعرف واش في الحكومه ولا في اللي تيبيعوا، ما عرفتش. الحكومه راهي اللي كتحمل المسؤوليه ديال 100%، لان اولا خصها تكون يعني الحكومه هي اللي كتخلص الناس، مثلا هي كدير الاجور، وفي المقابل ان هي اللي خصها تحافظ على واحد المستوى ديال الاسعار مثلا في المواد الغذائيه، ولا خص تكون مراقبه، خص تكون يعني بزاف ديال الاشياء. على كل حال اختي، المغاربه كلهم ساخطون على هذه الحكومه وقبلها والاتيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.